رجعنا لكم في فقرة الأخيرة أو فقرة الرياضة ومع الزميل حسب الكريم محمد سعيد. فنحن دايرين نتكلم اليوم في موضوع حول الدوريات الوطنية. فماذا لدينا اليوم؟ هي شروط، يعني شروط تأسيس الدوريات. هي الدوريات أساسية بالنسبة لأي بطولة تقدم كرة القدم، لازم يكون لك دوري. فإذا نتابع الدوريات الأخرى مثلا في إفريقيا، كثير من الدول تطور بفضل الدوريات المتواصلة. الآن على سبيل المثال كمالي عندهم الدوري بيستمر لأشهر أشهر، عندك بوركينا فاسو نفس الشيء تقريبا لأشهر أشهر. فإذا لازم يكون عندك دوري ومتواصل، وما بطولة دوري بس، يعني حتى يكون عندك حتى الفئات السنية الأقل من الدوري الوطني، بس يكون عندك الدوري درجة أولى، عندك دوري درجة ثانية ثالثة، ومستمر الوضع. فبالتالي الدوريات الصغيرة بالنسبة للشباب هي يعني كأنها زاد بالنسبة للأندية الكبيرة. ففي دول الآن بتفرض شروط قاسية بالنسبة لدوري، يعني تشارك في الدوري ما أي فريق يشارك في الدوري، لا. على سبيل المثال مثلا الدول الخليجية الآن عندها شروط محددة، إذا التزمت فيها التزمت فيها، ما التزمت فيها أنت تكون خارج المنافسة. لكن الدرس المستفيد هناك، عندهم أندية حكومية، في أندية حكومية وفي أندية خاصة. الأندية الحكومية طبعا هي بتطبق جميع الشروط، منها مثلا فيما يتعلق بالملاعب. مفترض يكون عندك ملعب للتدريبات، ملعب ثابت للتدريبات موجود. الملعب المكلف بالتدريبات لازم يكون عنده ملعب كامل للتدريب. عندك غرف لتبديل الملابس سواء للاعبين سواء للمدربين والمديرين الفنيين، هذه من الأساسيات الأساسية. لازم يكون عندك غرفة إسعافات أولية مجهزة، ويكون عندك سيارة إسعاف. هذا فيما يتعلق بملعب التدريب. هناك ملعب أساسي آخر موجود، الملعب الأساسي مفترض يكون عنده شروط نفس الشروط الحالية، ملعب متكامل. إذا كان في الدوري الدرجة مثلا الثانية أو الثالثة لازم يكون عندك عدد الجماهير، مقاعد الجماهير ما بين 1000 إلى 2000 مقعد. إذا كان دوري درجة أولى لازم يكون 5000 وما فوق من المقاعد موجودة فيه. أيضا يكون عندك غرف للجهاز الفني، لازم يكون عندك غرف بالنسبة للحكام، أيضا يكون عندك غرفة للإسعافات الأولية وسيارة إسعاف. هذا فيما يتعلق بالمنشآت. عندهم شروط آخر تتعلق بالجانب الفني. الجانب الفني لازم يكون عندك مدير فني، لازم يكون عندك رئيس نادي، لازم يكون عندك مدير مالي، ولازم يكون عندك مدير إعلامي. بالإضافة لكل ذلك لازم يكون عندك منسق للمباريات. فإذا هذه شروط أساسية عندنا هنا لا نطبقها نسبة للإشكاليات. أيضا في مشكلة تتعلق بالجانب الطبي، لازم يكون عندك كادر طبي مؤهل، ولازم يكون من بين الكادر الطبي لازم يكون هناك متخصص في العلاج الطبيعي. وطبعا هذه الشروط أغلبها هنا غير متوفرة. فإذا أردنا أن نوصل لهذه المراحل لازم يكون عندنا الأندية بهذا الشكل. إذا كانت الأندية الحالية لا يمكن أن تتواصف أن تصل لهذه المواصفات، يمكن الدولة تنشئ على قرار البلديات الموجودة لأي بلدية يكون في فريق وينفق عليه من البلدية، يمكن نكون فرق ونستفيد منها في المباريات. طيب ممكن نكمله بعد ما نشوف التقرير إن شاء الله. بعد شهر من مجريات مباريات بطولة الإجازة المدرسية في نسختها الثانية التي نظمتها جمعية فيتير تايم، انطلقت المباراة النهائية التي جمعت بين فريق الدائرة العاشرة مع غريمه فريق الدائرة السادسة بملعب الدجيل، بحضور بعض أمد الدوائر والمسؤولين بجانب مشجعي كرة القدم، حيث شهد الشوط الأول محاولات عدة من كلا الطرفين حتى تمكن أصحاب الفنيل الخضراء فريق الدائرة السادسة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37، ثم أضاف نفس الفريق الهدف الثاني بعد 5 دقائق، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة. وفي الشوط الثاني حاول فريق الدائرة العاشرة لتقريب الفارق ولكن دون جدوى، وانتهت المباراة بفوز فريق الدائرة السادسة بكأس الإجازة المدرسية. وقبل لحظات من تتويج الفريق تحدث منسق جمعية فيتير تايم حسن موسى عن الهدف من تنظيم هذه البطولة، والتي تتمثل في الترابط والتعايش السلمي بين اللعيبة الذين يمثلون الدوائر العشرة لمدينة جمينة. بعد ذلك وزعت جوائز متفاوتة للاعبين الذين قدموا أداء جيدا خلال مجريات المباراة، ومن ثم جاءت لحظة التتويج. حسب الكريم بعد ما شفنا التقرير داري كمان توضح لنا إلى أي مدى ممكن الشروط دي البعض منها يتوفر. الشروط الحالية الموجودة أعتقد إذا أردنا تنفيذها بالحرف الواحد في عدة أندية يمكن أن تحققها، لكن بعض الأندية لا يمكن. فبالتالي الحل الوحيد الآن موجود عندنا، يمكن الدولة تحاول تنفق وتنشئ أندية خاصة بالدولة، أندية حكومية
تبدأ في البداية ومن ثم محاولة الوصول. عندنا إشكالية آخر، إقفال الجانب الإعلامي. الآن جميع البطولات التي تنظم يعني في إهمال للجانب الإعلامي، وهذه إشكالية. في الدول الأخرى قبل بداية البطولة مفترض يكون في دعايات، مفترض يكون في مقابلات، مفترض يكون في يعني أندية بتتعاقد مع اللاعبين، هذه كلها في تغطيات موجودة. لكن عندنا الأندية بتقعد في آخر يومين ثلاثة من البطولة بتسجل اللاعب وانتهى الأمر. أنت تجي في الملعب تجي تلقى اللاعب يدوب يعني فلان انتقل، متى فلان انتقل؟ المرة الماضية البطولة الأخيرة كان اللي تابعناها بطولة دور وطني، في لاعب غير مؤهل تابع لفريق آخر وسجل في فريق آخر ولعب حتى نهاية البطولة، اكتشفوا أن اللاعب غير مؤهل للمشاركة. فإذا في إشكالية، لابد أن مشاركة الإعلام. لذلك في كل الأندية مفترض يكون في منسق إعلامي حتى ينسق مع الإعلاميين، إعطاء التشكيلات الأساسية للفريق، معلومات عن الفريق، يمكن إجراء دعايات مستمرة. الآن تكلمتم قبل قليل بموضوع التيك توك، يعني مفترض التيك توك الأندية مفترض تستغل هذا الجانب. دكتور يحيى دولته. نعم بالضبط، مفترض يكون في استغلال لهذا الجانب والاستفادة منه، لأن كل الشاهدين أغلبهم الآن الشباب بيتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي. صح. فبالتالي إذا كان في دعايات مستمرة، تابعنا نجاح الدوري الماضي بالنسبة للجماهير، لكن دائما أقول أسبوعين ثلاثة أسابيع غير كافية لتأهيل الفرق. مفترض البطولات تكون على الأقل بطولات مستمرة على مدار الموسم، وليست بطولات تلعب في كل ثلاثة يوم ولا يومين مباراة. لا، كده بيكون في إرحاق بالنسبة لعضلات اللاعبين، وفي إشكالية في التكوين الذاتي، لأنه يكون في اللاعب يكون مرحق وليس تكوين كامل. لكن عندما يكون عندك بطولة يعني دورية بتلعب أسبوع لأسبوع بيكون تمام. يعني في إشكالية أخرى عندما نطرحها بالنسبة للشات، هنا عندنا مثلا بعد المسافة شات 1,284,000 كيلومتر مربع، كيف نحل هذه المعضلة في تنظيم بطولة؟ أنا المقترح اللي يمكن أقدمه يكون بطولة مناطق، كل منطقة شمالية فيها بطولة، المنطقة الشرقية يكون فيها بطولة، الغربية يكون فيها بطولة، والجنوبية يكون فيها بطولة، تستمر على مدار الموسم الثلاثة أشهر اللي تكون إجازة للجميع، مفترض تكون فيه بطولة داخل العاصمة هنا. لكن مع ذلك أصر يعني الآن مثلا على سبيل المثال سار مفترض يكون عندها ملعب مؤهل بمواصفات دولية، مندو مفترض يكون عندها ملعب مؤهل بمواصفات دولية، أبشي مفترض يكون عندها ملعب مؤهل يعني على الأقل المناطق الكبيرة يكون فيها ملاعب مؤهلة. بعد ذلك يمكن نحاول نطور في المناطق الأخرى، لكن حتى الآن إذا أردنا تنفيذ الشروط الحالية اللي قبل قليل أن ذكرتها، أغلب الأندية لا توفر لديها، يعني حتى معلش يعني للأسف الأطباء الموجودين أطباء رياضيين غير متخصصين في الجانب الرياضي، فبالتالي يمكن يكون في لاعب عنده إصابة مثلا تمزق عضلي أو أي شيء إصابة عضلية يمكن تؤدي إلى إقصاء لاعب نهائي من الرياضة بصفة عامة. لكن إذا كان هناك في لاعب طبيب متخصص يمكن يكتشف الإصابة مبكرا أكيد ويحاول العلاج. يعني في دول آخر الآن أندية لديها علاج بالرنين المغناطيسي، لديها متخصصين في كل المجالات حتى الجراحة. لكن عندنا حتى الآن يعني حتى طبيب متخصص في الجانب الرياضي أنا أعتقد لو حسبناها في الوقت الراهن لا يتجاوز الاثنين ولا ثلاثة، والاثنين والثلاثة موجودين في اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية. ففي إشكالية، أنا أعتقد تشاد بحاجة لخبرات إضافية، بحاجة للتعاون مع الدول الأخرى من وصول الخبرات فيما يتعلق بالجانب الطبي الجانب الفني. يعني الآن بعد الدول بدأت تفرض إنه لازم يكون عندك مدرب فيديو، يعني يكون متابع فيديو بتابع المباريات. عندنا لا تبث بصفة دورية في القناة الرسمية، وهذه الإشكالية أيضا. مفترض يكون في اتفاقية ما بين الفيدرالية ما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين الهيئة هنا موجودة. أيضا في إشكالية آخر تكوين الإعلاميين، هذا الجانب نغفل عنه كمان. طالما أنت عندك مادة موجودة ولا تستفيد منها إعلاميا بما أنت هتخسر. أوكي. الآن لو كان عندنا بطولة دوري مستمرة في شغف جماهير الناس بتتابع، الشركات مضطرة أن تجي تتعاقد مع الأندية. أكيد. فطالما الشركات تعاقدت مع الأندية يكون في دعم موجه للأندية. عندنا المهنية الرياضية ضرورة أن نطبقها، ما يمكن أنا أحبس اللاعب يكون يلعب لي في كرة القدم ويترك المجال آخر وما عنده مصدر دخل. والمبالغ اللي بيعطوها للاعبين دراجة نارية خلال الموسم 500 ريال 600 ريال في خلال التدريب ما تفي بالغرض. أكيد. مفترض يكون في راتب دوري على الأقل ما بين 60-100 ألف للاعب الواحد. إذا موجود هذا المبلغ يمكن أنت تفرض على اللاعب الشروط اللي أنت تريدها. لا ما مثلا لا تمارس، بعض الأندية يقول لك لا ما يمكن تركب دراجة نارية نهائي ممنوع، لأنه يمكن حادث بيعطل اللاعب نهائي. أوكي. لا يمكن تركب دراجة هوائية، هذا كمان ممنوع. ففي شروط موجودة يمكن أنت تطبقها على اللاعب بعد ما أنت توفر له المبلغ اللازم والحياة الكريمة العادية. أوكي. إذا كان اللاعب لديه مثلا منزل كامل عائل متوفر، لديه مبلغ مالي يعني ما بين 60-100 ألف الآن في الوقت الراهن طبعا نتكلم، يمكن إذا تطورنا يمكن يكون المبلغ أكثر بهذا الكثير.
الآن الرياضيين الموجودين إذا كان كل هذا متوفر يمكن تقول له لا أنا عندي وقت التدريب مفترض توصل من الساعة كده للساعة كده. المصيبة الكبرى الأندية الكبيرة موجودة في تشاد ليس لديها باص لنقل اللاعبين، فتحس بعد نهاية المباراة إذا كان مباراة نهائية أو أي مباراة كبيرة اللاعبين ينتظر فلان يا خي تعال شيلني بدراجة نمشي، فما بيجي. فعشان كده لازم نطور من الخدمات الموجودة، والخدمات تطور يعني خطوة بخطوة. أكيد الوقت الراهن محتاجين ملعب مؤهل، حتى الآن أصلا جميعا ليس لدينا ملعب، خلي المناطق الأخرى اللي نتكلم فيها افترض يكون ملعب مؤهل، غير الملعب المؤهل يعني تهيئة اللاعبين للمنافسات لازم يكون في مؤسكرات خارجية، هذا كمان شيء ضروري. المدير الفني الآن لو تلاحظون أن المنتخب التشادي نفس المدير الفني الموجود في المنتخب الأول هو من يدير الشباب هو من يدير أكلم، فما بيجي الآن الأندية بتفرض عليهم لا لازم يكون لك جهاز فني متكامل للفريق الأول جهاز فني متكامل للفريق الثاني وهكذا الأمور تصير، لكن عندنا العكس يعني الجود بالموجود، المدرب الواحد الآن بيقول الموجود واحد إذا كان في بطولة للشباب تعال امشي معه، المدير الفني الموجود للفيدرالية هو نفس المدير الفني للأندية الأخرى إذا كان بيتسافروا للخارج، فإذا ما بيمكن ما يمكن أنا يعني أزرع بذرة أخرى مثلا أزرع مانجا ودور تطلع لي برتقال ما يمكن صحيح، فكيف ما أنا أزرع هو النتيجة اللي تكون يعني. لكن فيما يخص الدوريات أنا بتذكر يعني سابقا لما كنا صغار بنحضر الدوريات في مستمرة في يعني هل التوقيف المباشر للدوريات دي يعني جاد نتيجة لشنو على حسب رأيك؟ هي مسألة إمكانيات، مسألة إمكانيات. الآن البطولة عندما تلعب في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولكن ما في إمكانية، أنا ما عندي ميزانية إذا تسوي كيف؟ مفترض في دعم متوفر من الفيفا، في ددعم متوفر من الجهات الأخرى المانحة، مفترض بيستمر. الآن إحنا عندما نخسر ذكرنا المرة الماضية عندما نخسر 400 مليون ل 500 مليون عشان نلعب مباراة في الخارج، الآن كم مباراة لعبناها في الكاميرون؟ هذه المبالغ لو كنا استفدنا منها هنا. فدائما أقول إذا كان في شغف جماهيري عندك قاعدة جماهيرية موجودة في جهة الآن كل الناس يعني الآن إذا ذكرت مثلا غازيل إذا ذكرت الرينيسانس كله بيعرفوها، لكن المشكلة الأندية ليس لديها بطولات، فإذا مع الوقت الجمهور هيتخلى عنها. فكرة كلام مثلا بطولة الكلاسيكو على سبيل المثال في كل الكلاسيكو مثلا عندنا في أكتوبر 16 أكتوبر بين برشلونة وريال مدريد الشخص الواحد بيدفع 100 ريال عشان يشاهد المباراة. شكرا حسب الكريم، نتمنى نكون معك وقت أطول لكن الوقت خلص إن شاء الله، وإن شاء الله توصل رسائلك المتكررة ويتحسن الحال إن شاء الله للرياضيين التشاديين ويكون الحال على أفضل ما يرام إن شاء الله.